أوضح الدكتور محمد عبد المجيد العوضي طبيب صحة عامة في قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة خلال استضافته في برنامج بكم نعود، أوضح الخطوات الواجب اتباعها في حال مخالطة حالة قائمة، مشددا على ضرورة الإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة لفريق تتبع آثار المخالطين. سواء كنت مصاب بالفحص السريع أو سواء كنت مصاب بالفحص PCR، كنت مصاب بالفحص السريع عليك التوجه على طول انك تفحص PCR عشان تاكد من النتيجه. طلعت مصاب، انتظر اتصال من اداره الصحه العامه. طبعا عليك انك انت تجهز نفسك انك بتعطي المخالطين مالينك. يعني نعطي مثلا مثال، انا مثلا قبل يومين حسيت شويه باعراض، امس قلت يلا بسوي الفحص السريع بشوف، فحصت الفحص السريع طلعت مصاب، رحت توجهت الى فحص مثلا في مركز راشد الفروسيه وطلع PCR بعد مصاب وحسيت روحي تعبان اكثر. فأنا من هني أبتدي أجهز لستة المخالطين وأبتدي أنا أشوف أنا شنو لازم أسوي، لأن في النهاية هذه مسؤولية. صحيح. يعني في النهاية أنت مو لما تخبر رفيج أو زميل أو أهل أنا وهقته، لا بالعكس أنت حميته، حافظ على صحته، أنت حميته، حميت أهلك، حميت اللي حوالينك. أنت تخيل لو أنت كنت مصاب وشعرت بأعراض، رحت مثلا الدوام خالطت أحد وما قلت حق مثلا اداره الصحه العامه ان هاي مخالط حقي، الحين هذاك الشخص شلون يعرف انه هو في خطر؟ شلون يعرف ان عائلته في خطر؟ فانت لما تخبر عن المخالطين انت حميتهم.